بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب المواقيت. الحديث الأول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه ربه بالرحمة والهدى، أبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الأصفياء وعلى أصحابه الغر الميامين النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم فاهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قال رحمه الله: كتاب الحج. هذا كتاب الحج من عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي، كما تكلمنا بالأمس عن هذا الكتاب المبارك. وهذه الأيام إن شاء الله يكون الحديث عن ما بوب له المصنف من مسائل الحج. فقال: كتاب الحج، باب المواقيت. الحج يقال حج وحج، وكلها جاءت في كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وخذ علم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله وكان من، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فجاءت هنا بالكسر، وفي سورة البقرة: وأتموا الحج والعمرة لله. فبه بالضبطين أو بالشكلين جاء القرآن العزيز: حج وحج. وقيل إن الحج مصدر حج، يحج حجا، فتكون حج اسم مصدر، تكون حج. وقيل العكس، إن الحج هي مصدر وحج اسم مصدر. والمقصود أنه من حج، والحج في اللغة القصد، وقيل القصد إلى معظم، وهذا يبدو أنه أولى، ليس مطلق القصد، وإنما القصد إلى معظم، سواء
يعني لغة تقول تحج إلى السلطان، تحج إلى المكان الفلاني، تحج إلى المكان بمعنى تعظيما، وإن كان طبعا لا شك التعظيم لله وحده، وإن كان تعظيم المخلوقين في حدود يعني توقيرهم، وهذا الوالدان يوقران والكبير يوقر والسلطان يوقر كذلك أيضا، لكن هذا توقير منضبط. المقصود أن التوجه إلى شيء معظم يسمى في لغة العرب حجة، وقيل الحج والتكرار، لا يكون حج إلا إذا كان كرر الذهاب إليه، إذا كان كرر الذهاب إليه. وقد ينطبق هذا حتى على الحج، وحتى من حج مرة واحدة يصدق عليه أنه كرر الحج، لأنه يأتي إلى البيت للطواف ويأتي ويذهب إلى المشاعر ثم يعود إلى بيته وداعا وطوافا وصلاة. فالتكرار حتى ولو كان حجة واحدة، التكرار إلى دخول البيت أيضا حاصل. المقصود أن الحج في اللغة هو القصد، وفي الاصطلاح هو قصد أو قصد مخصوص إلى محل مخصوص على وجه مخصوص في وقت مخصوص. قصد مخصوص إلى محل مخصوص على وجه مخصوص في وقت مخصوص، هذا الحج. أما العمرة فهي قصد مخصوص إلى محل مخصوص على وجه مخصوص، من غير تقييد وقت، من غير تقييد وقت. أو نقول هو قصد بيت الله الحرام، أو قصد مكة لتشمل بيت الحرام والمشاعر، قصد مكة على وجه مخصوص في وقت مخصوص هذا الحج. وعلى وجه مخصوص من غير وقت مخصوص تكون العمرة. والمقصود طبعا على وجه قصد مكة بمعنى على وجه مخصوص وهو المناسك، من حيث الإحرام، على ما سوف يتفصيل إن شاء الله، من حيث الإحرام ومن حيث مطلوبات الإحرام ومن حيث الطواف ومن حيث السعي ومن حيث أداء المناسك فيما يتعلق بالحج، الوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى ورمي الجمار إلى آخره، وطواف الوداع وطواف الإفاضة إلى آخره. هذه كلها هذا هو القصد المخصوص. محل المخصوص اللي هو مكة والمشاعر، عرفات ومنى ومزدلفة، على وجه مخصوص يعني بمعنى أنه هذه الأحكام. إذن هذا هو تعريف الحج من حيث اللغة والاصطلاح. أما الحج من حيث مكانه في الإسلام فهو أولا واجب بالإجماع، وهو أحد أركان السنة الخمسة بالإجماع، وهو مما علم من الدين بالضرورة، مشروعيته معلومة من الدين بالضرورة، بمعنى من ضرورة دين الإسلام ومن ضرورة ما تناقله المسلمون جيلا عن جيل أن الحج إلى بيت الله إحرام. وحينما تنظر إلى مشروعية الحج وتربطه بشعائر الإسلام، ترى في هذا الدين الإسلامي العجب من حيث كماله وأسرار تشريعه وحكمه وأحكامه العجيب في يعني ما أراده هذا الدين لأهله ومعتنقيه. معلوم طبعا الأصل هو العقيدة والشهادتان والإيمان بالله عز وجل، والكلام هنا عن الأحكام والفرائض، عن الصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه هي بقية الأركان. الركن الأول الشهادتان خمسة، الشهادتان، والركن الثاني الصلاة، والركن الثالث الصيام أو الزكاة، والركن الثالث الصيام، والركن الخامس الحج. حينما تنظر في هذه الأحكام وتربط بينها الصلاة والزكاة والصيام والحج،
الصلاة خمس مرات في اليوم وهي عجيبة. أولا هي خفيفة، لا تتجاوز خمس دقائق ست دقائق إلا الفريضة الواحدة، وهي موزعة على اليوم من حين ما يستيقظ المسلم أول النهار إلى أن يأوي إلى فراشه آخر النهار، فيستفتحه بصلاة ويختمه بصلاة، صلاة الفجر ثم صلاة العشاء. وصلاة الظهر معلوم أنها بعد أن يقوم الإنسان بمعاشه ويسعى في معاشه يتوقف من أجل أن يقف بين يدي ربه، ثم أيضا فترة قصيرة العصر، وقبل ثم إلى أقبل الليل الغروب تأتي صلاة المغرب، ثم يختم بصلاة العشاء. والصلاة لا شك أنها هي أهم فرائض الإسلام بعد الشهادتين، أهم من الحج وأهم من الصيام وأهم من الزكاة، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ولعله يأتي إن شاء الله مقام نتكلم عن الصلاة من حيث أهميته، لأن بعض المسلمين هداهم الله عجيب يتساهلون في الصلاة، بل أحيانا تسمع من يقول أنا لا أصلي حتى أحج. هذا جهل عجيب، جهل عريض. ليس هناك ارتباط بين الصلاة والحج، الصلاة المفروض والحج مفروض للمستطيع، بالدليل أن الصلاة تجب على كل مسلم بالغ عاقل، ما دام أنه بالغ وعاقل فلا تسقط عنه الصلاة أبدا. بينما فرائض الإسلام بقية الأخرى لا، مربوطة بالاستطاعة، الحج والزكاة أيضا مربوطة بالقدرة الغنى المالية الغنى، والصيام أيضا إذا كان سفر ومرض يرخص، والحج لمن استطاع عليه سبيله. أما الصلاة فلا، الصلاة تجب على المسلم ما دام أن عقله معه. وأحيانا بعض الجهل بعض المسلمين إذا كان مريضا لا يصلي حتى يشفى، وهذا غلط. الصلاة معلومة أن لها طهارة ولا ستر عورة ولا استقبال قبلة، هذه شروطها. لكن لو أنك ما تمكنت من الوضوء فإنك تتيمم ولا يسقط الصلاة، ما تمكنت من التيمم تصلي من غير وضوء ولا تيمم، فالشروط تسقط مع العجز لكن الصلاة ما تسقط. ستر العورة لا شك مطلوب، لكن لو أنك ابتليت وكنت عاريا كما لو استولى عليك ظالم ونزع منك ملابسك وبقيت عاريا تصلي ولو كنت عاريا، تستقبل القبلة، لكن لو لم تتمكن أو ما عرفت القبلة تجتهد، ولو تمكنت وربطوك في سارية على غير القبلة تصلي ولو على غير القبلة. إن الصلاة شأنها عظيم لا تسقط أبدا ما دام الإنسان مستطيع، بمعنى عاقل. استطاع لا، استطاع في حدو صلي قائما، فإن استطاع فقاعدة، فإن استطاع فعلى جنب، وإن استطاع فيومي إيمان، ما تسقط بعد عقل موجود. الصلاة شأنه عظيم، والناس بعض كما قلت لكم بعض الجهال يعني يقول أنا إذا حجيت صليت، هذا جهل، جهل عجيب. إذن هذه الصلاة. الزكاة ثم الصلاة أيضا فيها اجتماع يومي، اجتماع يومي وهو أهل الحي، صلاة المسجد، أهل الحي يجتمعون يوميا، أسبوعيا الجمعة. ولهذا مساجد الجمعة ليس كل المساجد تصلي جمعة إلا إذا كانت حاجة، فلا يصلى الجمعة إلا لحاجة، وتصلى بإذن الإمام، هو الذي أذن بإقامة الجمعة في مسجد دون مسجد حسب الحاجة، هذا هو الأولى. فإذن
اليومي يجتمع أهل الحي، الجمعة يجتمع أهل البلد أو أهل المنطقة الكبيرة من البلد، العيد يجتمع أهل البلد كلهم سنويا، اجتماع سنوي، صلاة العيد عيدان طبعا الفطر والأضحى، يجتمع أهل البلد جميعا يصلون في مكان واحد. إذا هذه هي الصلاة، هذا أهل البلد. الزكاة على الأغنياء الذين يملكون نصابا بشروط معروفة ليس هذا الحديث عنها. الصيام سنوي، الصلاة يومية وأسبوعية وكما في العيد، والصيام سنوي، وأيضا للمستطيع فيصوم المسلمون، والحمد لله المسلمون يصومون، ومن كان ميرا يفطر ثم يقضي، وإذا كان مسافرا كذلك أيضا يفطر إذا شق عليه الصيام ثم يقضي. أما الحج فهو في العمر مرة، شوف الصلاة يومية أسبوعية سنوية، صيام في السنة مرة، الحج في العمر مرة، وهذا من رحمة الله عز وجل وتيسيره، وأيضا الحج على المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن كان مستطيعا فيجب عليه أن يحج. والاستطاعة كما نتكلم عن شروط الحج هي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة، ويضاف للمرأة وجود المحرم، هذه شروط الحج، إذا توفرت وجب على الإنسان يحج. الإسلام والبلوغ والعقل هذه تقريبا لكل العبادات، الحرية قالوا العبد لا يجب عليه أن يحج، والاستطاعة القدرة المالية بمعنى أنه عنده مال زائد عن حاجته الأصلية، بمعنى عن نفقته على أولاده وعن حواجه اليومية، وإذا كان عنده مبلغ زائد يحج، إذا كان ما عنده لا يحج. ومن ذلك أيضا قالوا أمن الطريق، يعني يكون الطريق آمنا، لو كان في حرب أو كان في خوف أو كان فلا يلزمه، خاصة أن مكة بعيدة على كثير من قرى المسلمين، وفي السابق كان أشق، الآن سهل الله عز وجل وسائل المواصلات سواء كان البر والبحر والجو أسهل من ذي قبل بكثير، خاصة الجو. ومع هذا إذا كان الإنسان مستطيعا ويستطيع أن يدفع تكاليف السفر من المركوب ومن السكن والفنادق ومن المأكول إلى آخره، فحينئذ يجب عليه أن يحج. والحج عجيب في تشريعه، كل أحكام الإسلام لها أسرارها، الصلاة من حيث أثرها الإيماني وأثرها القلبي وأثرها على العبد في نفسه وفي أهله وفي بركة رزقه وفي قربه من الله عز وجل وفي لين قلبه وسجوده وخشوعه وبكائه وتضرعه. الحج هو مؤتمر المسلمين السنوي، وهو عجيب، يعني حينما تنظر في الإسلام وأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاء به منذ 1400 سنة، يعني نتحدث يا أخواني عن أحكام شرعت منذ 1400 سنة ولا تزال حيويتها ونشاطها وأثرها العجيب،
لأنه دين الله عز وجل. يعني تصور كيف كان العالم قبل 1400 سنة، كل العالم كانوا في نوع من الجهل ونوع من يعني الفوضى، صح التعبير، الفوضى الفكرية والفوضى يعني في التعليم وفي النظر الفكري. قد يكون في بعض الأمم عندهم نوع من الرخاء المالي والمادي، لكن هذا لا 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 ليس بهذا تكون الحياة ولا بهذا السعادة. إنسان لا يعيش يعني لا المال وحده لا يجلب السعادة، ورخاء العيش وحده لا يجلب السعادة. يجلب السعادة الإيمان وما وقر في القلب من القناعة ومن الرضا ومن معرفة أقدار الله عز وجل، في أمور كثيرة. ليس هذا مقام البسط في في, في, في الكلام عن الرضا وأسباب السعادة، لكن نحن نتكلم عن تشريع منذ 1400 سنة حينما كان العالم في جاهلية جهلاء. فحينما يكون مؤتمر سنوي يجتمع فيه المسلمون وقال الله فيه ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم. نعم، المقصود هو لا شك الأصل هو العبادة والطواف والسعي والصلاة في هذا البيت المبارك، 100,000 صلاة والتقرب بالعبادات، لكن أيضا شهود المنافع، حتى قال عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. يعني حتى انفتاح أبواب التجارة والتبادل التجاري بالمسلمين في الحج مفتوح ومسموح، مما يدل على كمال هذا الدين، وأن العبادة والتعبد وحتى الزهد وحتى الورع لا تتنافى مع التجارة ولا تتنافى مع ابتغاء فضل الله ولا تتنافى مع قصد الربح والاسترباح. وهذا باب واسع، الحديث عن هذا الباب واسع جدا فيما يتعلق بالمال ومنزلته وحفظه والمحافظة عليه، وأن الله جعل به قيام الناس. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فقال في الحج ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قال وتزودوا، ثم قال خير زاد التقوى ولا شك، لكن تزودوا بكل أنواع الزاد، وقال ليشهدوا منافع لهم. طبعا منافع هنا وبعد أمر في النكرة يفيد في العموم، كل أنواع المنافع، ولم يقيد بنوع، لا منافع مالية ولا منافع علمية ولا منافع اجتماعية أو تربوية، كل المنافع. ولهذا قلنا لكم عجيب أن يكون هذا منذ 1400 سنة. وهذا يقودنا إلى فعلا ما ينبغي أن يتنبه له المسلمون في حكم تشريع دينه. المسلمون كما تلاحظون ضعف، الآن فيهم ضعف عجيب، وضعفهم ليس من خارج أنفسهم، من أنفسهم حقيقة. ضعف المسلمين من أنفسهم. الله عز وجل قال في حينما المسلمون هزموا في أحد وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول موجود وهزم، قلت بأن هذا قل هو من عند أنفسكم. أيضا كل ترونه الآن وما نشكوه من ضعف أمتنا وتفرقها وتكالب الأعداء عليها، قولوا بملء فمكم قل هو من عند أنفسكم. ولو رأيت حقيقة مع الأسف، لو رأيت يعني أحوال المسلمين فيما بينهم
بينهم فرقة وبينهم شحناء وبينهم يعني هذا يسب هذا وهذا يصنف هذا وهذا متحزب مع هذا وهذا ضد هذا، هذا لا يجوز، وهذا يخوض فيما لا يعنيه، وهذا مش مشتغل قد أخذ بثلابيب أخيه، هذا لا يجوز. حينما قال عز وجل وإن جندنا لهم الغالبون، وحينما قال إن تنصروا الله ينصركم، وحينما قال وكان حقا على نصر المؤمنين، هذا وعد الله حق وقطع وثابت ولا يتغير. لكن هل الأمة تمثل جند الله؟ هل تتمثل الجندية الحق؟ الله يقول إن جندنا ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين وإن جندنا لهم الغالبون، فنحن فهذا قطع وعد قطع نحن غالبون إذا حققنا معنى الجندية، وأن ولا ينصر الله من ينصره، إن نصرنا الله نصر ربنا. هل نصرنا الله حقيقة حينما ترضى الأمة؟ هو من عند أنفسكم، عن تحزب عجيب وتعصب عجيب وكل نسب، وأيضا أحيانا حتى بعضها أيضا ارتماء في أحضان الأعداء في بعض حوالها وبعض تصانيفها وبعض أحزابها. القضية ما يعني لا إياكم أن تجعلوا اللوم على غيركم. ولهذا الإصلاح يبدأ من أنفسنا، مني ومنك، لا تتطلع إلى السلاطين وإلى الحكام وإلى السياسيين أبدا، نبدأ بأنفسنا، لأن الذي يحصل كله تلاوم الموجود الآن، كله تلاوم وكله تشكي وكله إيقاع اللوم على الآخرين، إما تضعونه على العلماء ولا تضعونه على السلاطين ولا تضعونه على الأحزاب ولا تضعونه على كذا وكذا، ثم ماذا؟ أنت أين أنت؟ يعني حقيقة أنت عليك مسؤولية تام، مسؤولية نحن نفسك نحن أمتك، حتى مسؤولية الأمة أيضا منضبطة، ما المسؤول الأمة أن تتكلم كيف 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 ما كيف, كيف ما كان، أو تتكلم في غير مكان الكلام وتتكلم وأنت لا تحسن، لا، البدء بأنفسنا حقيقة. انظر نفسك مع ربك، ثم نفسك مع بيتك مع أهل بيتك، ثم في الدوائر الصغيرة يبدأ بها، انظر الإهمال والضعف، إن كان في التعليم، إن كان في الاقتصاد، إن كان في بيتك في التربية، هذه المنطلقات، بدل أن تتكلم حينما ترى اللي يتحدثون في أدوات التواصل الاجتماعي، كل يلقى لهم على فلان أو على الجهة الفلانية أو الحزب الفلاني أو على الدولة الفلانية، كلام هذا كله لا يوجد شيئا، تلاوم وتشكي والأمة في انهيار. في قول عز وجل ليشهدوا منافع لهم، هي منافع أن يلتقي المسلمون بفئتهم، إن كان تجارا لا مانع التبادل التجاري بصفاء وبمعاملة صحيحة وبحل ومعاملة حلال وبعدم غش إلى آخره، المربون العلماء أهل العلم يلتقون يتبادلون في تشاورون في علمهم وفي فضلهم، وفي أيضا حتى يفيد بعضهم بعضا، سواء في الجلوس في الإجازات في الكتب في المصنفات في أشياء كثيرة، السياسيون كذلك أيضا. لكن المشكلة كل الناس يتكلم في السياسة، السياسة له السياسة لا أهلها، والعلم له علمه، والتجارة له تجارته، بس وكل ذي تخصص، لو أن كل ذي تخصص يعني اهتم بتخصصه وترك لنجحنا. أما أن كل إنسان يريد أن يقول كل شيء وأن يفتي في كل شيء وتدخل في كل شيء وأن يعني يرى أن رأي أن أن أن, أن يعني ينقد كل شيء، مو صحيح. المقصود أن الحج مؤتمر إسلامي، مؤتمر إسلامي سنوي، وينبغي لكل مسلم أن يستفيد منه،
لا شك طبعا زاد العبادة هذا هو الأول والأصل، يتعبد في هذا البيت المبارك ويعلم أن الصلاة بمئة ألف صلاة وأن الحسنات مضاعفة، ويوقر هذا البيت ويعظم شعائر البيت، لأن الله يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم شعائر الله ومعرفة قيمتها ومكانتها هذا من دليل على أن القلب معمور بالتقوى، ومن يعظم شعائر الله فإنها من ذلك فإنها من تقوى القلوب. ثم التقى بالإخوان بعد التعبد إخوانك. أول ما ينبغي أن تفحص فيه نفسك ولاحظوا هو حسن التعامل. إخوانك جاءوا من الشرق والغرب من أقاصي الدنيا، أنت جئت من الشرق وهو جاء من الغرب، أو من الغرب وأنت من الشرق، أخوك المسلم يعني عجيب، يعني رابط الإسلام رابط عجيب، ينبغي أن تحتفي به وتسعد به وتحبه محبة حقيقية محبة في الله. ومن هنا لو استشعرنا هذا الأخوة الحقيقية ما كان بيننا هذا الشحناء في في الازدحامات في عند المواسم، ولا عند الحجر الأسود، ولا عند الركن اليماني، أو عند المكان اللي يكون فيه ازدحام. فمن المنافع الشعور بالأخوة الإسلامية، وهذا أول منطلق لإصلاح الأمة، أول منطلق لإصلاح الأمة هو الشعور بالأخوة الإيمانية، والبعد كل البعد عن أي نوع من أنواع التعصب. كل الذي تراه غالبا داؤه وسببه وعلته التعصب، كل ترى أبدا لو رأيت كل وفتشت كل ما تراه من تغريدات ومرض أبدا منطلق التعصب، منطلق الهوى إلا من رحم الله، بمعنى العمى المحض، لأنه لا يرى الحق إلا عند فئته أو جماعته. حتى ولو كان الحق معك احفظ حق أخيك. كيف تحفظ حق أخيك؟ أنا إذا صدق يعني النوايا وصفت القلوب، أنت من حقك أن تعتقد أنك على الحق، بل هذا هو المطلوب. لكن أن تعتقد أن صاحبك على الباطل هذا هو الذي يحتاج أن تنظر فيه. لماذا؟ لأن أخاك يرى أنه هو الحق. إذا قدر رأيه لكن لا تتبعه، لكن لا يلزمه أن يتبعك، هذا منطلق. أنت على الحق من حقك، ترى أن هذا هو الصح هذا حقك واعمل به، لكن أن تلزم الآخرين به لا. نعم تحاورهم تناقشهم إن قنعوا الحمد لله، ولم يقنعوا من حقهم ألا يقنعوا، كما أن من حقك ألا تقتنع برأي أخيك. لو كان الناس لو كان المسلمون هذه منطلقاتهم ما كان الإشكالة. مشكلة التعصب، أنا على الحق يعني أنت على الباطل، أنا على الحق أنت لا تريد الحق، من قال هذا؟ نعم نتناقش ونتحاور إن وصلنا إلى نقطة التقاء الحمد لله، وإلا الأخوة باقية، وبقاء الأخوة أهم من أن الإقناع، وهذه قضية كبيرة حتى يعني يعملوها حتى في الحج. كسب القلوب مقدم على كسب المواقف، كسب القلوب مقدم حتى دينيا وعقيدة مقدم على كسب المواقف، بمعنى يعني إن لم يوافقك يبقى حافظ على أخوته، وهي مقدمة على قضية أن يقتنع بما أنت فيه. ووحدة القلوب أيضا مقدمة على وحدة الآراء. هذه منطلقات الأخوة، وهذه منطلقات الاجتماع. فأنت في هذا الحج هذا الموسم
سوف تلتقي بإخوان في زحام في رمي الجمار كما قلنا عند الحجرة في المواقف في الزحام على أماكن الزحام على مياه الزحام على أشياء هذه كلها يبقى أن تحافظ على أخوك تحافظ على عبادتك ودينك ثم على حق أخيك. لو كان هذا هو المنتشر ما رأيت هذا حال الأمة على ما هي عليه ولهذا من عندي أنفسكم. المقصود أن من أسرار هذا الحج هو اجتماع المسلمين سنويا. نعم قد لا يكون قد يكون مسلمون ما استفادوا كثيرا من مؤتمرهم هذا ولكن مهما كان يبقى المنافع باقية هذا من أسرار هذا الدين. ثم إذا أراد الإنسان الحج لا شك طبعا نحن سنتكلم عن الحج وقد نؤخر مواقيت الجلسة القادمة لأن الشيخ ما تكلم عن الحج ولا على شيء من أحكام الحج الأولى فنحتاج إلى أن نوضح بعض الشيء. إن هذا الحج من حيث تعريفه لغة واصطلاحا وهذا أيضا من حيث أيضا المراد منه وأيضا من حكمته من حيث حكمة مشروعيته أيضا وأيضا منزلته من الفرائض الأخرى وبقي أن نشير الإنسان إذا أراد الحج ذكر علماء آدابا ينبغي فعلا أن يعني يتحلى بها مريد الحج ويسمي حين العلماء آداب السفر. أولا لا شك طبعا يطمئن على أهله من حيث يؤمن لهم معيشتهم ويؤمن لهم يعني ما يقومون به حتى يرجع النفقة ولا ينبغي أن يقصر عليه بل هم مقدمون على فرض الحج. إذا كان دخله لا يكفي للحج ولنفقتهم هم مقدمون ولا يحج فيكون هو غير مستطيع. المقصود أنه يؤمن أهله في معاشهم ومأكلهم ومشربهم ومدة غيابه عنه. والثاني أيضا يجتهد في توبة النصوح ويتهيأ لهذه الشعيرة العظيمة وأيضا يتحلل من الحقوق قدر الإمكان. وإذا كان له أصحاب بينه وبينهم شحناء ينبغي أن يتحلل منهم ويرد مسامحتهم وإن كان هذا مطلوب في كل وقت لكنه مطلوب أيضا نظرا لأنه سوف يغيب ويسافر وأيضا لأنه إن شاء الله يتوجه إلى هذا البيت المبارك فيتحلل من المظالم سواء كان سبابا أو كان أموالا أو كان شحناء أو كان حسدا كل هذا ينبغي أن نتحلل منه. أما حقوق الآخرين فلا بد أن يؤديها ديون لأن مقدمة الدين مقدمة على الحج. لكن لو حج وعليه دين حجه صحيح فإن حجه صحيح لكن ينبغي أن يتحلل من حقوق لأن هذه في ذمته وحقوق الآخرين حق الله مبني على المسامحة وحق الآدميين قالوا مبني على المشاحة فالله غني وهو ذو الفضل ويسامح الآدميون لا يسامحون فيتحلل من الظالم ويؤدي الحق ما يستطيع. ثم أيضا قالوا يتحرى النفقة الحلال أن يكون ماله حلالا ليس مال غش ولا مال ولا ربا ولا يعني أكل من أموال الناس بالباطل تكون نفقة حلال. يعني لا شك طبعا الذي يعني يعيش الحرام لا يستجاب دعاؤه ولا يفعله دعاء. حين تعرفون الرجل الذي كان يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام والبسمه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك.
فينبغي أن يكون نفقته حلالا قدر الإمكان. ثم أيضا يتخير الرفقة الصالحة، يتخير الرفقة الصالحة من الطيبين، من يعرف من جيرانه وأقاربه من الذين يحجون وسوف يحجون، يحاول أن يكون مع رفقة طيبة تعينه على الخير وتبعده عن الشر، ويكون بينهم أنس وتجانس ويقطعون أوقاته في أعمال الخير. ولا مانع من المناسب والحديث الطيب وما يجب السرور، لكن لا يكون بحرام، ولا يضيعون أوقاتهم بالله والضحك، إنما في حدود. بلا شك أن السفر يحتاج إلى مؤانسة ويحتاج وهو طويل، لكن مهما كان إذا اختار رفقة صالحة تعينه وتنبهه وترشده إذا انحرفوا في لهو ولا في ضحك كثير أو في ضياع وقت، يحفظون أوقاته. فينبغي أن يختار رفقة صالحة، ثم أيضا يحفظ وقته، لا يقطعه في أشياء، لأن أحيانا الرفقة تلهي أحيانا، أو يعني المؤانسة تزداد بحيث أنه يضيع وقته، بينما هو جاء لأمر شريف والعبادة ولرجاء غفران الذنوب والرجاء أن يعود بحال أحسن. ثم طبعا إذا وصل إلى الميقات، لعلنا نقف هنا وغدا نتكلم عن ما ينبغي من أعمال الميقات، أعمال الميقات حتى، أو نتكلم عن المواقيت غدا ثم عن أعمال الميقات، ونتوقف هنا إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وعليه وصحبه وسلم.